وهذا سائل فضيلة الشيخ من بريطانيا يقول: إن زوجته تسأل فضيلتكم هل يجوز لها أن تدرس أو تدرس القرآن الكريم في مسجد لمبتدعة وصوفية، مع العلم أنها تشعر بزيادة الإيمان عند تدريسها للقرآن هناك. هي اللي تدرس ولا تدرس؟ لم تشكر يا شيخ. نعم، أي أقرأ عيد السؤال. يقول: هل يجوز لها أن تدرس بدون أن تدرس القرآن الكريم في مسجد لمبتدعة وصوفية أو أحناف؟ ذكر يقول أو أحناف. أحناف؟ نعم. أحناف مبتدعة وصوفية؟ هكذا قال. لأنها تشعر بزيادة الإيمان عند تدريسها للقرآن. نعم، تدريس القرآن دعوة إلى الله، وكونها تدعو المبتدعة والذين عندهم مخالفات تدرسهم القرآن وتدعوهم إلى الله وتفسر لهم القرآن وتوضح لهم، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.